وسهلا مشاهدين انفاس تي في. اليوم غادي نخرجوا الشارع المغربي ونسولوا المواطنين المغاربه شنو هي البلاد اللي تقدر ما تسافرش ليها واخا يكون تيكي فابور. بغيت تعرفوا اكثر لنتابع. اجيو معنا اجيو. شنو هي البلاد اللي ما يسافرش ليها المغربي واخا تكون تيكي فابور؟ اسرائيل. 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 علاش بدات اسرائيل؟ خاف يدخل الحرب ولا لا؟ لا ماشي الحرب. نورمالمون خصنا نتضامن مع خوتنا. كاينه خصنا فلسطين. صديق عدوي عدوي. شنو هي البلاد اللي ما يسافرش فيها المغربي واخا تكون تيكي فابور؟ البلاد اللي ما يسافرش فيها المغربي واخا يكون تيكي فابور. واخا يكون تيكي فابور ما خاف نقول لك. ما عرفتيش. فكر مزيان. ما عرفتش. البلاد اللي ما انت شنو هي البلاد اللي ما تسافرش فيها؟ ما تسافرش لها. شنو هي البلاد اللي ما تسافرش لها؟ هي الجيري. ايوا علاش مال؟ كاينه نسيبه تماك؟ لا ما كاين لا نسيبه لا والو. حيت هما كيحملوناش. هما كيكرهونا هما. ما يسافرش فيها واخا تعطيوه تيكيت فابور. انا على ما اظن الراي ديالي هو الجزائر، رغم ان الشعب خاوه ولكن ذاك النظام الجزائري ذاك اللي جينيروه شويه كومبليكي. ان العديد من المغاربه لدابا راه كاينين تما بمصادر موثوقه انهم محتاجين ومعتقلين الاسباب وهي يعني بدون ان المغاربه تيبانوا لهم فحال كي تنقولوا ذاك لي ساتان هما اللي تيبانوا لهم. تبارك الله عليك. واش غنقول لك؟ اش غنقول لك؟ عطا الله اللي مغار اللي المولده اللي ما عمر يمشي ليها بنادم. تكوين بلادنا راه فيها كل شيء. تبارك الله التمر كل شيء كل شيء فيها. قول لنا شنو هي البلاد اللي ما تمشيش لها؟ ها شنو هي البلاد اللي ما تمشيش لها؟ اودي اش غنقول لك؟ كاين السعوديه. ما تمشيش لها. ما تمشيش لها حيت ماشي ليها. خطاره هذوك. ياك. عنصريين. زيدهم مصريين حتى هما. زيدهم توانسة، زيدهم هذوك سميتهم مشات ليها سميتهم بعدا هادو ما يمشيش ما يمشيش لهم. انا بعدا ما يمشيش لهم. يعني نقدر ما نسافرش لتونس، ما نقدرش نسافر لزافريكا بحال كاميرون نيجيريا سينيغال. معنا الناس ملاح، مالي موريتانيا حنا نحبهم يحبونا مسلمان. المهم تونس ما تسافرش لها. ما نسافرش لتونس. تونس مالها شويه ما يتقادوش مع المغاربه. ياك. شويه ناقصين في المعامله مع المغاربه وفيهم شويه الكراهيه. وانا عشت في ايطاليا وكنعرف التوانسه. الناس ماشي كلها خايبه. الناس فيها وفيها. الناس حجر وطوب. كاين شويه اللي مزيان وكاين اللي اكثريه اللي خايبين يكرهوك شي حاجه في التوانسه. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل لك. والمغرب راه بلاد الكرم وكيحبوا كل شيء اللي دخل عندنا مرحبا به. مرحبا. قال كلو وكل. كلو وكل ودار الكرم. المغرب معروف على صعيد العالمي ولا صعيد العربي، المغرب العربي كاع ولا على العالم العربي معروف المغرب دار الاكرام واللي جاي ياكل ويشرب. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك ونشكروك حنايا.